ديك التصريحات ما عنده ما يدير بها، خاصة أنه الظرفيات تشوف أنه الرجاء وليفار ديجا في واحد لا كونكيرونس على الشامبيونة. كان من الأفضل أنه جواب دائما يكون في الملعب. الهبطي الموسم ديالو مع الجيش الملكي متوسط، لا جينا نهضروا على الأرقام، لا جينا نهضروا على هذا العدد ديال المشاركات ديالو ولا المساهمة ديالو في مع الفريق، خاصة في المباريات اللي فازت بهم الجيش كان قليل. وإنما للأمانة وهادشي كلشي تعرفوا أنه لاعب في المستوى الكبير، مع الرجاء كان في المستوى رغم انه ضيع بزاف ديال الوقت. كما قال سي بالعودي نعطيو امثله بينه وبين اللاعبين بحال الرحيمي، ونعطيو مثال اخر اللي انا تجيني صراحه احسن ما شفت عينيا في الكره في السنين الاخيره من دابا واللي شفت انا هو بن حليب، ولكن المسار ديالو ضاع بحوايج اللي فريمون بساط.